أتواجد الآن في إحدى المواقع التعريفية للحملة الوطنية لكشف مبكر عن سرطان الثدي، إذ يقام في كل عام من شهر أكتوبر ويحمل عنوان رايتك وردية. رح نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذه الحملة مع مدير العلاقات والتواصل بصحة الشرقية الأستاذ مطلق جلعود. حياك الله، رحب فيك أستاذ مطلق وحياك الله معنا. الله يحييك أستاذ سماهر، رحب فيك ورحب في المشاهدين الكرام ومقدمي البرنامج. عن تغطية أماكن التغطية لهذه الحملة. طبعا حرص القطاع الصحي ممثل في صحة المنطقة الشرقية على زيادة الوعي الصحي وأهمية زيادة الوعي الصحي في المنطقة، وبرعاية سمو سيد الأمير سعود بن نايف ومتابعة مستمرة من سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظه الله، انطلقت حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار رايتك وردية مطلع الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في جميع الأماكن العامة، واستهدفنا الأماكن العامة والمجمعات التجارية والجامعات والجهات الحكومية من ناحية تعزيز والكشف المبكر للسيدات وإقامة المحاضرات العلمية. نسبة التشافي لدى السيدات بعد الفحص كم تقريبا وصلت؟ طبعا حسب الإحصائيات المعتمدة وصلت نسبة الشفاء للفحص المبكر سرطان الثدي بنسبة 99%، نسبة عالية للي يفحصون مبكرا للوقاية إن شاء الله من سرطان الثدي. هل يؤثر فحص الماموغرام على السيدات؟ فحص الماموغرام آمن جدا، ونسبة الأشعة المستخدمة في جهاز الماموغرام قليلة جدا فآمن جدا. نتكلم على مسارات التوعية الصحية. طبعا احنا في الحملة هذه اتجهنا الى اكثر من مسار، اللي هو مسار الكتروني عبارة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الحسابات لدى الجهات الحكومية وغيرها، وايضا عبر الشاشات وعبر مسح الباركود للوصول الى المواد التوعوية، هذا عبر المسار الكتروني. عندنا مسار ميداني مثل ما احنا موجودين الان في احد الاماكن العامه في المنطقه الشرقيه، يقومون الفتيات المتطوعات في تثقيف مرتدي هذه الاماكن بتوزيع الباركود للوصول للمواد التوعويه ومواقع الفحص والمواد المجهزه لهالمبادره هذه. ايضا في عندنا مسار الجامعات وهو اقامه المحاضرات والكشف المبكر و يعني تواجد سيارات الفحص في هذه الجهات. تكلمنا عن المشاركين في هذه الحملة. الحملة ولله الحمد يعني أتت برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية حفظه الله ودشنها سموه حفظه الكريم بتعاون والتكامل من جميع الجهات الحكومية، دور تكاملي تعاوني كان له دور إيجابي في تحقيق الهدف من هذه المبادرة في وصول الرسالة التوعوية لإن شاء الله نسبة عالية لدى أهالي المنطقة الشرقية. لك الجلعود مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية، شكرا على تواجدك معي. الله يحييك، سعدت في لقائك. إذن مشاهدينا، التوعية للنساء بالفحص المبكر بذلوا كثير من الجهد الصحة، ولذلك ندعو جميع السيدات من عمر 40 فما فوق للتوجه للفحص المبكر. دعواتنا للجميع بالصحة والعافية، ومكملين معكم زملائي في الاستديو. يعطيك ألف عافية زميلتنا سماهر على هذه التغطية، ونسبة مبشرة جدا مثل ما شفنا 99% وصلت نسبة الشفاء إذا تم الفحص المبكر عن مرض سرطان الثدي.